الرياضي القسنطيني ولا احد في المتابعه تكتل الدفاع، لهذا قلنا النادي بارادو يتحول من العمل الدفاعي الى العمل الهجومي بسرعه كبيره جدا كما شاهدنا هذه المحاوله. الكره في وسط الميدان لنادي بارادو، فريق اللي يعمل الاستحواذ على الكره، يعني قوه فريق نادي بارادو الاستحواذ على الكره. كنا لديهم قدرات رهيبه، راهم مكونين يعني من الجانب هذا، راهم مكونين من الجانب هذا، ولهذا يعني يلقاو سهوله كبيره في الاستحواذ، ولهذا يبقى السباق وتبقى المباريات المتبقيه من عمر البطوله، يعني ما يبقى من عمر البطوله سوى 8 مباراه الجولات، كلها مباراه ستكون قويه. تدخل بقوه، كره في وسط الميدان لمصلحه النادي الرياضي القسنطيني، والخطا واضح يرتكب على شكال، هو الذي ارتكب عليه الخطا، يتنفذ الخطا بسرعه على الجهات اليمنى، بن شعيره يلعبها مع بن الحسيني، تعاود ترجع لبن شعيره، مسجل هدف النادي الرياضي القسنطيني، اصعد